يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مقبرة سقفت وبني مسجد فوقها، فما حكم الصلاة في ذلك المسجد؟ لا يجوز هذا، لأن الهواء له حكم القرار، فكما لا تجوز الصلاة في الأرض التي فيها قبور، لا تجوز الصلاة في هواء القبور وسطحها. نعم، قد وسع الله الأرض، لماذا يقتصر على المقبرة ويبنى عليها على سطحها مسجد؟ نعم.